خمس أشياء خير تبعد عنك، خمس أشياء شر، خمس أشياء لو قلتهم تمنع عنك خمس أمور شر. بسم الله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا من تعسرت بكم الأمور وضاقت بكم الأرض بما رحبت وتنتظرون الفرج. خمس أشياء يا أخوة لو تعرفوهم وتخلوهم معاكم في حياتكم ينجيكم الله بهم من خمس أشياء شر. أول شيء وهي قول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، تمنع عنك الظالمين والحاقدين والحاسدين والأعداء، وتنصرك وتشفيك وتعافيك من كل بلاء، لأن الله عز وجل قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. لو استعنت بقول حسبي الله ونعم الوكيل، والله لن يضرك عدو ولن يضرك شيء، وسيحفظك الله عز وجل من كل مكروه. وأيضا رؤية قول حسبي الله ونعم الوكيل في الحلم هي بشارة عظيمة تبشر بأنك من المنتصرين على أعدائك، وبأنك من الناجين ممن ظلموك وعادوك، وأيضا تبشر بحفظ الله ورعايته لك إن شاء الله، وبأن الضر لن يمسك والظلم لن يمسك، والنصر والتيسير قادم لك عن قريب. ثاني شيء وهو قول لا حول ولا قوة إلا بالله. الحوقلة يا أخوة، أو قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هي كنز من كنوز الجنة، تمنع عنك الكرب والهم والضيق والفقر، وتجلب لك الفرج والخير إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وأيضا عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحثنا على قول لا حول ولا قوة إلا بالله قبل الخروج من البيت، وأيضا قولها بكثرة لأنها كنز من كنوز الجنة، وأيضا لأنها تحفظنا من الشياطين وتحفظنا من كل شر إن شاء الله. فالاستمرار على الحوقلة وقول لا حول ولا قوة إلا بالله تجلب لك الفرج إن شاء الله. ورؤية الحوقلة أو قول لا حول ولا قوة إلا بالله في الحلم هي بشارة عظيمة لمن يرى هذه الرؤية، تبشر بالفرج والنصر والخير وتيسير الأمور وتيسير الرزق لمن يرى الرؤية إن شاء الله. ثالث شيء وهو الاستغفار. الاستغفار يا أخوة يمنع عنكم الفقر ويجلب لكم الرزق ويجلب لكم البركة في أموالكم وأولادكم وبيوتكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فلو حضرتك وحضرتك عايزين المخرج من أي ضيق بتمر بيه، عايزين الفرج من أي هم بتمر بيه، عايزين الرزق الحلال اليسير، أكثروا من قولي أستغفر الله العظيم بالليل وبالنهار وفي كل أوقاتكم. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم
أدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يا من تسعى للرزق وتطلب الرزق والتيسير والذرية والأنهار والأملاك والعقارات، عليك بكثرة الاستغفار تجلب لك كل خير. ورؤية الاستغفار في الحلم هي بشارة عظيمة لمن يرى الرؤية، تبشر بالفرج من كل كرب، تبشر بالنصر على الأعداء، وتبشر بهداية الأولاد والبركة فيهم والبركة في أرزاقكم وبيوتكم إن شاء الله. رابع شيء وهو قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما تعرفون يا أخوة هو دعاء سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم ذي النون عندما كان في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. قال حينها سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأتاه الفرج. وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يا من تمر بالهم والغم بسبب أمنية معينة لم تتحقق أو بسبب مشكلة أو بسبب عدو، عليك بقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ويأتيك الفرج والخير إن شاء الله عن قريب. وأيضا رؤية لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في الحلم هي أفضل رؤية أي مكروب ممكن يراها. لو المكروب أو شخص يمر بكرب أو مشاكل رأوا في حلمهم أنهم بيذكروا الله، وخاصة أنهم بيقولوا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هي بشارة عظيمة بالفرج القادم لهم ونجتهم من أي مرض ونجتهم من أي كرب ونجتهم من أي عسر، وبشارة بالفرج والرزق والبركة لهم إن شاء الله عن قريب. خامس شيء وهو الدعاء. الدعاء يا أخوة يرفع البلاء ويجلب لكم الخير ويجلب لكم الرزق ويستجاب لكم في الدنيا حتما أو يؤخر لكم في الآخرة جزاء عظيما. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيا أخوة الدعاء مستجاب بأمر الله وبإذن الله، ومن يجيب المضطر إذا دعاه غير الله؟ يا صاحب الهم ويا صاحب الكرب ويا صاحب الضيق، من يجيب دعوتك ومن ينجيك من كربك إلا الله؟ فعليك بالدعاء وكثرة الدعاء. وأيضا رؤية الدعاء في الحلم هي بشارة عظيمة بالفرج لمن يرى الرؤية وبتحقق هذا الدعاء إن شاء الله. هذا والله أعلم. يا ربي يا حنان يا منان يا جواد، يا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب، يا مجيب دعوة المضطر إذا دعاه، يا سامع الصوت يا سابق الفوت، يا
يا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا من تسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ولا يختلف عليك أصوات السائلين. نحن عبادك وقفنا ببابك، أيدينا منتصبة لجلالك وكرمك، نسألك في هذه الساعة والليلة أن تفرج كربنا وتزيح همنا وتيسر عسرنا وتبارك في أرزاقنا وأموالنا وأولادنا وأمهاتنا وآبائنا وإخواننا وأخواتنا، وأن تزيدنا من فضلك وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم يا رب اعطنا كل ما نتمنى. اللهم اجعل أمورنا ميسرة بأمرك، ويسر لنا كل أمر عسير برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.